إذن الجهات جاهزة لانطلاقة الشوط الرابع. The all set for race number 4. The Roof and Racing انطلق الشوط الرابع من مسافة 2000 متر للجهات المستوردة بمشاركة 14 من الجهات بانطلاقة جحافل هو الذي يقود هذا الشوط مع الفارس العماني أنس السيابي خطوة بخطوة من جانب السياد سن أوف نورماندي مع إبراهيم نادر ومن الجانب الآخر تيكواندو مع مارشالس جوريس وإنما المركز الرابع هنالك رو أوغوستا مع الفارس الألماني مارتن سيدل إن ثلاثة الصدارة والمركز الأول حتى الآن مع جحافل أنس السيابي هو الذي يقود هذا الشوط المركز الثاني تيكواندو مع الفارس مارشالس جوريس سان اوف نورماندي يأتينا في المركز الثالث بينما الرابع مركز الرابع ويست سوفولك مع أندرو إليوت كينج اوف ذا ثرون في المركز الخامس والمركز السادس رو أوغوستا مع مارتن سيدل ومن جانب يأتينا تور بروك ومن جانب الآخر هنالك أيضا موالي مع أيضا عبد الرحيم جاسم جبر من ثم يأتينا جبر وبلي وفتنا بينما تأخر لذهبي في هذا الشوط. إذا نعود إلى الصدارة والمركز الأول حتى الآن مع أنس السيابي جحافل هو الذي يقود هذا الشوط. المركز الثاني هنالك لدينا تيكواندو مع الفارس مارشالس جوريس سان أوف نورماندي في المركز الثالث من جانب السياج ومن الجانب الآخر في المركز الرابع ويست سوفولك مع الفارس أندرو إليوت كينج أوف ذا ثرون في المركز الخامس والمركز السادس روس بلزغريت مع الفارس فيل دينيس. هنا الدخول في الخط المستقيم الآن باتجاه خط النهاية ولا تزال الصدارة حتى الآن مع جحافل بينما من وسط الجياد انطلاقة تيكواندو مع الفارس مارشالس جوريس من هنالك الجانب السياج انطلاقة سان اوف نورماندي مع الفارس ابراهيم نادر بينما هنالك انطلاقة ايضا كينج اوف ذا ثرون مع الفارس لينيومان وفال كارتير ايضا مع الفارس حسين مكي. اذا كينج اوف ذا ثرون وهنالك ايضا من جانب السياج رو اوغوستا فعلا دخول ثلاثي على خط النهاية اذا كينج اوف ثرون وايضا رو اوغوستا اذا رو اوغوستا هو بطل الشوط الرابع. المركز الثاني كينج اوف ذا ثرون فالكارتيير في المركز الثالث وسان اوف نورماندي في المركز الرابع.